واخا صديقي قول لي شنو المشكل عندكم هنا امام النيابه اليوم كنشوفكم كتحتاجوا. المشكل ديالنا هو الانسان ندوزي المواد كلشي مزيان واخا تحطمنا الماتش صعيب تقاتلنا وما نعرف ديك الحراره ودرنا اللي علينا حطمنا الفيزيكس هو صعيب تقاتلنا ودرنا اللي علينا المهم ماشي مشكل مشينا دوزنا الفلسفه باش ما عطل حتى النهار كيجي النتائج تلقاو راسنا دايرين لك الماده فيه اللي هي التزوير حنا ما نقلنا ما حصلونا ناقلين ما حتى حاجه دايرين في الماده فلود ما غنفهمش شنو قال لي فلود هي التزوير حنا ما غشينا ما والو هضرنا معاهم هنايا قال لك الباك ما غتشدوش قال لك الباك طلع للمحكمه دعيهم يعوضوك بالفلوس دابا حنايا واش دابا حنا قلنا لهم عطيونا الفلوس الا كان عندك الحق راه كتعوض بالفلوس الا ما كانش عندك الحق صافي انا الباك ديالي واش دابا حنا العام وحنا كنقراو عام وحنا كنقراو جوج ماده الفلسفه اللي حاصله حنا علميه ماده الفلسفه عندنا غير ماده ثانويه هي اللي مسقطه غير المعامل غير جوج المعامل غير جوج واش شنو دايرين لنا بلادك الماده حنا غير واحد ولا جوج واحد ولا جوج غير واحد ولا جوج في الفلسفه كنا غننجحوا ما عطانش عليهم انا ديك الفلسفه ديالهم هي اللي تنجحنا يحط لنا زعما ديك الزوات حنا ما غاشين ما دايرين حتى حاجه باش شنو كيتسناو منا شنو ندير واش كيبغيو بغيونا نمشيو للصحراء ولا نمشيو نقتلوا راسنا ولا ما شنو غندير شنو رسالتكم للوزاره حنا ما عندناش التعليم في المغرب التعليم رحمه الله التعليم هو الاكاديمي هو الوزير تعسلوا النيابه الاكاديمي التعليم هو الناس اللي عندهم الفلوس حنا يا ولاد الشعب اللي ساكنين في الدباب 45 راه ما عندنا لا تعليم لا والو غير كيضحكوا علينا كيقولوا التعليم التعليم والو قولوا السي الوزير السي الوزير يدور عندنا في اليوم القرايه عادي ويطلع ويشوف فين هو التعليم تيقول لك منظمه التعليم حنا في المغرب ما كاين لا تعليم لا صحه لا حتى حاجه ما عندنا ما كاين حتى حاجه ايوا نتمناو الخير كنتمناو انهم يديروا معنا شي حل واخا غير استدراكي على المباشر اون ديريكت على شوف تي في شنو المشكل عندكم؟ السلام عليكم يا اخوان تحياتي للجميع انا من بين الطلبه اللي ساكن بين الطلبه اللي دوزوا الباكالوريا انا باغي انا كنت باغي ندوز باكالوريا حره لانني عندي باك قديم ولكن ما ملي كنتبع شي حوايج ما كيقبلونيش دونك قلت بغيت ندوز باكالوريا واحده اخرى المهم على اسف مشيت دوز الحمد لله دوزت مزيان يعني انايا كنهضر على راسي انني دوزت مزيان ودوزنا بين خمسه في القسم يعني بعيد على انني نقل مع شي واحد ولا ينقل مع شي واحد ولا ينقل من شي واحد يعني بعيد عليه دونك انايا ملي تحطوا النتائج تبارس داروا لي اسمك لي سمى في لائحة الناجحين يعني كيفاش انا دوزت مزيان وانك دير لي اسمك ليس موجودا في لائحة الناجحين يعني راه كتجي صدمة وعلى اساس انني ملي كندوز كنمشي عند مالين الدار تيقولوا لي كيدوزي تنقول لهم راه ندوز مزيان الوالدة الوالدة مسكينة كتفرح المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة ومن بعد انني نقول الوالدة راني سقطت ولا نقول الوالدية راني سقطت راه جاتني غريبة والاغلبية ديال الطلبة كيكونش داري لهم فروض فاش مادة الفلسفة وكما كنعرفوا ان مادة الفلسفة راه صغيرة من عندها نفس المنهجية سواء على في السؤال ولا في القولة ولا في النص يعني حنا كنطالبوا هاد الناس هادو باش اننا نشوفوا راحينا ونعاودوا لنا التصحيح عاودوا لنا مادة الفلسفة ما كاينش ودابا المشكل تيقول لنا سيرو يعاودوا لنا سيرو تصامدي حتى السبت هو راه طلع في شحال بقالو هو نهار اثنين وانت قال لك ما عندكش الحل انا تيقولوا لنا ولا تيقول لك ما عندكش الحل يعني شنو هذا راه مشكل هذا ومني هضرنا معاهم واكدنا عليهم قال لك سيروا المحكمة حنايا ملي قلت لك المحكمة قال لك حقها غيعوضوكم باش حقها يعطيكم الفلوس واش ولا التعليم كيسقاس بالفلوس واش ولا التعليم كيسقاس بالفلوس هذا هو التعليم فين ديك الامزازي ورينا واش هذا هو التعليم اللي كنت كتهضر عليه فين هي الدولة اللي كتهضر على التعليم راه عيب وعرض شادي والله العظيم يا حيرة تاع التعليم ما كاين لا تعليم لا صحة لا مال تعليم عاد شنو بغيتي يديروا شنو بغيتي الناس يديروا في البلاد هذه واش هذه البلاد هذه واخا شنو الرسالة ديالك الرسالة ديالي هو انني باغي نشوف اخويا الورقة ديالي شنو هو السبب وانا دوزت مزيان انا شنو بغيت نعرف شنو هو السبب من حقي نعرف شنو هو السبب اللي خلاني انني تسقطوني بحالي بحال كاع الطلبة لان الاغلبية ديال الطلبة هنا كلهم هكا يعني راه ماشي غير انا واش ماشي من حقي راه من حقي وهادشي اللي كنطلبوا سيدي ما كنطلبوا حتى شي حاجه اللي غير شي حل هاد النهار ولا غدا قبل الاستدراكية يخرج لنا الحل والله يعاود عندنا الاستدراكية في مادة الفلسفة واخا نعاودوا هي مادة الفلسفة
يعاودوا لنا ويجيبوا لنا الوزير براسو يحضر نعرفوا الراب فور مين جا نعرفوهم حنا يجيو يحضروني ديال اللبقه اللي قال لك داير لنا فروه اللي هي زعما تصور ما كاين لا تصور لا والو حنا يجي يعاودوا لنا ماده الفلسفه وندوزوا بوحديتنا